Certain athletes are born enemies, but the fiercest rivalry. Grudge Match هو مباراة ضغينة فيلم كوميدي يعود فيه روبرت دينيرو وسيلفستر ستالون بدور ملاكمين متقاعدين منذ 30 عاما. كان وما زال يكونان مشاعر الكره والضغينة لبعضهما البعض، والآن سنحت لهما الفرصة من أجل تطفية الحسابات القديمة من خلال مباراة ملاكمة أخيرة. قام بكتابة الفيلم تيم كليهر كاتب سيناريو فيلم الطفل الأول، كما يشارك فيه بيل غريبر كمنتج منفذ، وهو منتج فيلم جراند رينو لكلينت إيستوود. ستالون سبق وأظهر لياقته البدنية في فيلم The Expendables، بينما دينيرو فعرف في الماضي بلياقته عندما شارك في الماضي في بطولة فيلم الملاكمة ريجن بول للمخرج مارتن سكورسيزي. ذهبنا إلى هناك وقمنا بالكثير من التمارين، وقلت لبيتسيغل إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة أخبرني، لأنه سبق لي وقمت بذلك من قبل عدة مرات وأنا أعرف الزوايا التي تعمل. لم يقم أحد بتقديم أفلام المبارزة في تاريخ السينما أكثر من سيلفستر ستالون، وهكذا سأكون أحمقا إن لم أطلب منه المساعدة بالنسبة لبعض التوجيه. قال لي إنه سيقوم بذلك للغاية، لقد احترم قراراتي جدا لأن هذا فيلمي، ولكن لم أكن ليخرجه بدونه، لولاه لما نجح، إنه شريك رائع. الفيلم يعتبر بمثابة التعاون الثاني بين ستالون ودينيرو، وذلك بعد أن اشترك الاثنان منذ 13 عاما في بطولة فيلم كوبلاند. لقد نجح دينيرو ذو 70 عاما وستالون ذو 67 عاما في القفز على حلبة الملاكمة كما لو كان ما زال في سن صغير. الفيلم يعرض في دور العرض يوم 25 ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يعرض في أوروبا وآسيا يناير المقبل.